مناسبات لوجود أفرج معهد كنجات وكه قبتره يبلشده برشده قرآن ككريم كي قراءات كه أي لوجو قبته مقالة نيروبي جارهان حافد إسلي أو معهد كو كيا لو مناسبات دو إكس وقيب جلان علماء الدين يوم مرتك كلا أي لوجو صوبند يهدف كمعهد كه يا وحيابه أقر شيسن وحنا ما ملك معهد كنجات أي شرحين حافظود أو وقت كوبان لوجو برايا أرضيده قرآن ككريم كه يا قراءات كه معادك وحو كوكواني هاي بحاوي قسم التمهيد قيبتا إذا وحلو بردونا تصحيح التلاوة تحسين الأداء الصوتي يحفظ متون التجويد سيدا تحفها جزرية إشاطبية وقسم القراءات وختمة كاملة تجمع فيها القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة قيبتا إذا قفك قلية وحا شرطية إنه نغضقف قرآن كحفدسا حفد كاملة ونا يقان متونتا سيدة تحفاها يجزرية ذا سيدة كلام معادكا وحاكاو القلة يا معلمين قبراد يا أقون أوله علماء الدينكا يا أقون يهاندا كسو قيب قليم مناسبة دا أيابوغا دي فريستا معادكا نجات وما ملكي سي معلمين تي ساي شاقان إنا يهين دادي آمسيهين إن أي مدوكو وبن كسو ساري كران أردي حفدية قرآنكا سيدو كلانا بارتاي قراءات كا دكتور عبد الله حسن حسين دكتور عبد الله معلن يوسف مستر حسن توانا قرانة إيا سيدو كلا شيخ محمد عبد الشر أيام مناسبة ده هذا لك تشيدي كل انت حكا ورقبه على حسب علمي ومعادك كواد بان مرانا يهدوكو كلا جرينا مقارنا يكل ما مقال قراءات كا وعلوب النقل عصب قراءات كو وعاد كوهر دقام سمارد لغم أقوانين ودكتنا حتى تجود كجود أهان وقت اللي سوق على دكانة الصمردة والتقانان إنه شعر سيفوري رحمه الله تعالى وحدي لها أنا أقول يرضى الله ذي قارهان قرآن كا إن لبرتوا مهم قراءة كيسين لبرتنا مهم والمؤسسة بصفة عامة هي مؤسسة دعوية أنتجت لنا مركز لتدريس القرآن الكريم ومدارسته وحقيقة مثل هذه المراكز تكاد تكون معدومة في العاصمة نيروبي وربوع الجمهورية صراحة وأنا عندما رأيت الإعلان كنت من أشد المعجبين صراحة والداعمين لمثل هذه الأفكار لأن هذا يدل على أن هناك نوع من الإبداع في التفكير وليس التقليد لأن معظمنا ما شاء الله ممتازون في التقليد ولكن قلة في الإبداع الحمد لله هم أنا أرى أنهم أصابوا كبد الحق واستغلوا النقطة صراحة كان هناك فيها فراغ كبير جدا لأنني بصفة عامة كنت في المجال التدريس بجميع مستوياتي وخاصة في المستوى الجامعي أنا كنت أستاذ جامعي في جامعة الأمة لأكثر من 10 سنوات فيظهر لي نقاط الضعف والفراغات التي تحتاج إلى سدها صراحة وهذا المركز أتى لسد فراغ كبير جدا في مدارسة القرآن الكريم وتدريس القراءات من يعني التحديات والمشاكل التي نحن نعاني منها خاصة عندما ندرس اللغة العربية للطلبة الصوماليين مخارج الحروف كما تعلمون أن الصوماليين يعانون من بعض المشاكل في النطق والتفريق بين بعض الحروف يعني أيضا أساتذة القرآن الكريم يعرفون هذا الأمر مثل الألف والهاء مثل العين والغين مثل الصاد والضاد والطاء والظاء هذه الحروف والطاء واللام إذن مثل هذا المركز سيعين الحفاظ على تجاوز مثل هذه الأخطاء الصغيرة وأيضا سيقومون بحمل مادة رسالة جديدة وهي أخذ الروايات الجديدة أو الروايات أو القراءات الأخرى لأن المنتشر عندنا هو رواية حفص عن عاصم فكوننا نحمل مثل روايات أخرى سيكون إضافة جديدة للمجتمع الصومالي وسيعم الخير والفائدة بإذن الله تعالى وهذا أمر مطلوب الصراحة
qofka inay noqdo wax ka go'an. Haddaadan naftaada intaad la fariisato wixii casiimaadan qaadan, wixii berri meel aan munaasab ahayn baad uga tegi doontaa. Saas darteed, waxbarashada ay noocay tahay diini iyo maadiba, waxaa lagama maarmaan ah qofku intuusan weli bilaabin, uusan u qalab qaadan inuu go'aan rasmiya ka qaato. Waxaan inu maaragtay ka go'an tahay inuu barto, u maaragtay waqti galiyo. Qur'aanka waa qiraa'aadka Nabigu calayhi salaatu wasalaam, xadiiskii waa kii tilmaamayay Cumar ibn Khataab ee dheeraa, waa kii ku tilmaamayay Nabigu calayhi salaatu wasalaam, unzila alqur'aanu calaa sabcati xurufin aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam. Qur'aanka waxaa lagu soo dejiyey 7 xaraf. Macnaha culimmadu markay tafsiirinayaan xadiiska ay baadhayaan waxay leeyihiin 7 luuqo oo kala duwan. Carabti qur'aanku markaa kusoo degaya lahjadi iyo luuqayo kala duwan bay lahayd, lahjadi reer qureysheed, reer hudayri iyo yaman, luuqado kala duwan iyo lahjado kala duwan bay lahayd. Saa darteed baa qur'aanka rabbi subxaanahu watacaala uu fududeeyey, walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min mudakir. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بغايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. أما بعد، اسمي سهيب محمد خليف، أنا طالب من طلاب المعهد النجاة للقراءات والدراسات القرآنية. انضممت في هذا المعهد في شهر الرابع من هذه السنة، وأشكر إدارة المعهد ثم معلمي المقري الكبير عبد الله الفائز. أرحبكم جميعا في هذا المعهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المركز نتعلم الأحكام النظرية لتلاوة كتاب الله عز وجل. فقد يكون هناك قارئ لكنه لا يعلم ما هذا الحكم، ما اسم هذا الحكم، و كم مقداره من المد، أو كم مقداره من الغنة، أو كم أو هذا إقلاب أو هذا إخفاء، أو هذا حكمه التفخيم، هذا الترقيق، هذا كذا وهذا كذا. فقد يكون يقرأ كما سمع ولا يعلم الأحكام، فهذه فرصة أيضا. أننا هنا أيضا يوم آخر وهو يوم الجمعة نتعلم كيفية نتعلم الأحكام النظرية لتلاوة كتاب الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد مقعيق وشور عبد النور قدو وحكمني دعاية أرطيدة معهد كان معهد النجاة للقراءات والدراسات القرآنية، وحفظه بيري بشع فرات سنة كان 2024. وعن الله دعينا يا القاري عبد الله فايز يومان وكبكون معهد.